طبعا هذا الموقع الاول. بسم الله. بعد ما ركبنا طبعا الحديد الهيكل، الحين بلشنا بتركيب العريش اللي تشوفونه هذا الحين. ما شاء الله تبارك الرحمن، ان شاء الله يجعلنا موقع ان شاء الله خير وبركة يا رب. الحين ان شاء الله ننتقل للموقع الثاني بإذن الله تعالى. ان شاء الله هذا الشباب سابقين الموقع، الله يسهل الأمور ان شاء الله يا رب. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا الموقع الثاني الحين احنا قريب عليه، وهذا السيح بفضل الله سبحانه وتعالى كله سمر. من المواقع الممتازة. السلام عليكم حجي، اخبارك؟ هذه مزرعة داخل كدرة. طيب شوفوا الحين موجود هذا كله سمر. المنطقة هذه كلها سمر، اغلبها سمر، فيها نخل. طبعا هذه الزراعة الحين خلاص اسبوعين وراح يروح الطماط هذا، فكل اللي تشوفه هذا كله سمر، حتى هناك ورا النخل هذا كله سمر، المنطقة كلها سمر. هناك ورا بينها جبال وظل ممتاز جدا.